بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، بفضل الله ومنه وكرمه ما زلنا نواصل هذه المحاضرات الطيبة الماتعة النافعة، وما زلنا مع هذه الدورة المباركة وهي برنامج تطوير معلمي ومعلمات الحلقات القرآنية. اليوم إن شاء الله لقاءنا اللقاء الثاني. مراجعة سريعة للمحاضرة السابقة، تحدثنا في لقائنا السابق عن محتويات الدورة، قلنا أن محتويات الدورة متعددة كما هي موجودة أمامنا على الشاشة، وإن شاء الله سنتحدث عن ذلك بالتفصيل ونستطرد في هذه الأمور. تحدثنا أن أستاذ الدورة هو الدكتور أحمد ضيف الله أبو سمهدانة، وقلنا أن هذه الدورة برعاية الدرر الحسان في القراءات العشر للقرآن. ثم عرفنا الحلقات القرآنية، وذكرنا أيضا في تعريفنا الحلقات القرآنية تحدثنا فيها عن الحلقات القرآنية كتعريف وعن أسماء الحلقات القرآنية في المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي على مر الفترات السابقة. ثم تعرفنا على نافذة جوهري، وقلنا أن هذه النافذة تنفعني في التعريف عن نفسي، وأني يعني لابد كمعلم أن أكون منفتح على طلابي وعلى المشرف الذي يعني أعمل معه أو المشرف الذي يشرف علي أنا كمعلم للحلقات القرآنية، فلا بد من دائرة المنفتح أن تكون كبيرة قدر الإمكان، وأن نقلل من دائرة المختبئ والأعمى والغامض. بمعنى آخر، أنه لا بد أنا كمعلم أنه أنا الأشياء العامة التي أستطيع أن أتحدث بها وأن أبوح بها، لا بد أن أبوح بها، لا أكون أتبع إلى الجزء المختبئ، بمعنى أنه أنا أخبئ كثير من الأمور. لا بد أنه أنا أظهر ما أمتلك من خبرات وما أستطيع أن أنفع به هؤلاء الطلاب، وأنبههم على ذلك وأشرح لهم أو أبين لهم ذلك. وقلنا أن هناك يعني الجزء المنفتح أو الجزء الأعمى. الجزء الأعمى هو الذي لا أراه أنا، بمعنى يعرفه الناس عني ولا أعرفه عن ذاتي، أشياء أنا لا أعرفها عن ذاتي وتسمى بالجزء الأعمى، أي أنا كالأعمى كالذي لا يرى هذه العيوب. أما الجزء الغامض فقلنا أن هذه الأشياء التي لا أعرفها عن نفسي ولا يعرفها الناس عني، وهذه أستطيع أن أستخرجها من ذاتي عن طريق الخبرات والدورات والتجارب التي أمر بها. وكلما زادت هذه الأمور، بمعنى زادت هذه التجارب وزادت هذه الخبرات، كلما قلت هذه المنطقة، يعني من الأفضل أن أنا أخذها إلى المنطقة الجزء المنفتح، أي ما أعرفه عن ذاتي ويعرفه الناس عني. تحدثنا عن ذلك بالتفصيل في لقائنا السابق. ثم تحدثنا عن أهداف الدورة، وقلنا أنها أهداف متعددة، ذكرنا بعضها كما هو موجود أمامنا على الشاشة. ثم فرقنا بين التعليم والتدريب، وقلنا أن التدريب طبعا يحول المعلومات الموجودة عندي إلى أشياء عملية أستطيع أن أقوم بها أمام الآخرين. وأيضا تحدثنا أنه إحنا لابد أنا كمعلم للقرآن أن أصل إلى مرحلة المهارة في التعليم. البعض يقول أنا كمعلم قرآني فقط أكتفي يعني بالأشياء العامة في التعليم كذا، نقول لا، لابد أنا كمعلم للقرآن أن يكون لدي مهارة في التعليم. وقلنا أن هذه المهارة، حتى أقول عن نفسي أني ماهر في عملية التعليم القرآني، هذه المهارة لا تأتي فجأة إنما تمر بمراحل. وقلنا أن هذه المراحل هي مراحل أربعة: مرحلة عدم الوعي وعدم المهارة، ثم مرحلة الوعي وعدم المهارة، ثم المهارة لكنها في الوعي، ثم المهارة لكنها في اللاوعي. ثم تحدثنا عن خلطة القرار، وقلنا أنه لا بد أن أبدأ من الآن، إنه بماذا سأبدأ وبماذا سأستمر على ماذا وماذا سأنتهي منه. الأشياء الخطأ التي في حياتي أنا أستخدمها كمعلم لابد أنا أتركها، والأشياء الصحيحة التي سنتعرف عليها خلال هذه الدورة أو من خلال تجاربك وخبراتك القادمة لابد أن تكون
في أمام النظر، نظرك أنت، بحيث أنه إحنا دائما نبدأ نستخدم هذه الأشياء كي نطور من أنفسنا. ثم انتقلنا إلى هذه الشريحة الموجودة أمامنا على الشاشة، وقلنا أنه الأفكار دائما تؤثر في المشاعر، والمشاعر تؤثر في السلوكيات، والعكس صحيح، فممكن أن السلوكيات تؤثر في المشاعر والمشاعر تؤثر في الأفكار. فلا بد دائما يكون عندي أن الفكر الذي أحمله دائما أني معلم قرآني متميز، لأنه هذا سيؤدي إلى أنه يكون عندي مشاعر متميزة، وبالتالي عندي سلوك متميز، وشرحنا ذلك بالتفصيل في لقائنا السابق. ثم عقدنا اتفاقية بيننا وبين بعض، قلنا أنه الغياب مسموح كحد أقصى لقاء واحد فقط وبعذر مسبق، وقلنا أنه التأخير نتمنى من الجميع أن يكون في الموعد أو حتى قبل الموعد، قبل 8 بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، بحيث نبدأ مع بعضنا البعض من البداية، لأنه أحيانا تكون في البداية بعض الأشياء المهمة حتى لا يفوت ذلك. ثم انتقلنا انه بعد ذلك انه برجاء رفع اليد عند السؤال او الاستفسار، ما يكون دخول مباشره الى السؤال. وايضا تحدثنا عن مده الدوره، وقلت انه احنا يعني انا في عادتي دائما في دوراتي لا احب ان احدد موعد، انا اترك هذا الامر يعني بعد ما ارى انه هناك نوع من الاتقان اصبح عند افراد الدوره، بحيث انه انا لو احددنا موعد ممكن نحدد موعد، لكن بالتالي احنا لو شعرنا انه والله الامر يحتاج الى محاضرات اكثر والى اتقان اكثر، فيعني سنستغل هذا الامر ويكون عندنا زياده في وقت الدوره. اذا الهدف من الامر ليس هو الكم وانما الكيف. ومن الاشياء الاخرى التي اتفقنا عليها هو احترام الراي والراي الاخر. ايضا قلنا عدم الجهر برد السلام اثناء القاء المحاضره، لو شخص طلع فيكم مثلا الزوم خرجوا ورجع مرة أخرى، لا يجهر بالرد السلام أو ما شابه ذلك. وهذه النقطة التالية هي أهم النقاط أنا بالنسبة لي، وهو إغلاق التأكد من إغلاق المايك والكاميرا أثناء أو عند الدخول إلى المحاضرة. الأمر الذي يلي ذلك هو عدم إعمال إعجاب على مجموعة الدورة، مجموعة التليجرام أتمنى، وعدم التعليق إلا للضرورة. ثم انتقلنا إلى أن الجهة المنظمة للمحاضرات هي مؤسسة الدرر للحسان في القراءات العشر للقرآن، مؤسسة قرآنية لها مكانتها في على مستوى التعليم القرآني. ثم انتقلنا إلى الجزئية الأخيرة، وهي أنه في عندنا الصراحة في منتصف الوقت، لكن هذا الأمر راح يتم تغييره، لأنه بعض الأخوة تواصل معي وقال أنه يعني هناك بعض الإشكالية في الوقت، لأنه بعض الدول يكون عندها الوقت متأخر، فقال أتمنى ما تكونش في هناك الصراحة. وطبعا تلبية لرغبة هؤلاء الأحبة من حضراتكم، أنا يعني سأستغني عن هذه النقطة اللي هو الصراحة في منتصف الوقت، وسنعوضها بتمرين بسيط يمتعنا، تمرين بسيط بإذن الله تعالى. بهيك احنا بنكون راجعنا محاضرة السابقة. في حد عنده سؤال في محاضرتنا السابقة؟ طيب ننتقل إلى محاضرة اليوم. يمكن هذه النقطة تحدثنا عنها، لكن أحب أن يعني أكررها، إنه الغاية من هذه الدورة هو المساعدة في تنظيم التعليم القرآني وتطوير شخصية معلم الحلقات القرآنية من جميع جوانبها لإعداد معلم متميز. وأيضا النقطة التي تلي ذلك أيضا، وهي شعارنا في هذه الدورة، هو ثمرة وفائدة الدورة أكبر بكثير مما تتصور بإذن الله تعالى. من أهداف محاضرة اليوم عندنا لهذه المحاضرة، محاضرة اليوم عدة أهداف ننتقي منها. أن نميز بين فن التدريس وعلم التدريس. الأمر الذي يلي ذلك أن نبين السمات المميزة للمعلم التقليدي. الأمر الذي يلي ذلك أن نحدد السمات المميزة للمعلم القرآني المبدع. الأمر الذي يلي ذلك أن نتحلى بأخلاقيات مهنة التعليم قولاً وعملاً واعتقاداً. هذه بعض أهداف دورة اليوم ومحاضرة اليوم.
أيها المعلم القرآني، ليس كل الكسور نهاية، فبعضها مفاتيح الحياة. هذا حبيت اليوم نبدأ بهذه المقولة وبهذه الشريحة التي أمامنا، يعني حتى نظهر أنه ليس كل الكسور هي في نهاية المطاف كسور، معنى كسور وهي نهاية الأمر، لكن أحيانا بعضها يكون مفتاح للحياة وبداية حياة جديدة. طيب أيها الأخوة والأخوات، يعني كما نعلم أن المعلم هو محور التعليم والتدريس والتربية، ومهما وضعنا من مناهج متقنة وهيئنا من ظروف ملائمة ووفرنا من وسائل معينة تخص التدريس، كل ذلك لا يغني عن الأداة الفاعلة في العملية التعليمية وهو المعلم الكفء. فالتربية والتعليم عبارة عن نظام رباعي يتكون من 4 عناصر، وهي الأهداف والمحتوى والأنشطة والتقويم، وسنتعرف عن ذلك إن شاء الله خلال هذه الدورة، عن هذه الأمور إن شاء الله بنوع من التفصيل. ويعد المعلم أهم مدخلات هذا النظام، كما يعد المتعلم أهم مخرجات هذا النظام. أهم مدخل في هذه العملية التعليمية هو المعلم، وأهم مخرج نخرج فيه من هذه الدورات هو المتعلم. راح نلاحظ أن طرق التدريس تتطلب اختصاصاً، وأصبح من يقوم بالتعليم في الحلقات القرآنية يطلب منه أن يكون قد أعد إعداداً خاصاً حتى يستطيع أن يؤدي واجبه بالصورة المطلوبة. بناء على ما سبق، من يخوض غمار التعليم القرآني لا بد له من معرفة بعض المفاهيم التربوية. مش معقول إنسان معلم للقرآن بعض المفاهيم التربوية الأساسية لا يعرفها. من هذه المفاهيم أول شيء هو علم التدريس. علم التدريس، ماذا نقصد بعلم التدريس؟ علم التدريس هو معرفة المادة التي يدرسها معلم القرآن نوعاً، بمعنى إتقانها وتجويدها، هذا من ناحية النوع، ومن ناحية الكم بمعنى معرفة حدودها. فمثلا نضرب مثال على ذلك، الذي يدرس مادة تحفيظ القرآن، إنسان محفظ للقرآن، عليه أن يكون مدركا تماما للآيات التي يريد تدريسها، سواء ترتيلا وتجويدا أو حفظا أو تفسيرا. لماذا؟ لأن الفهم يساعد على الحفظ. إذن هذا هو علم التدريس. طب ماذا نقصد بفن التدريس؟ فن التدريس يقصد به كيفية توصيل المادة للطلاب، بمعنى الطرق التي يسلكها لتوصيل المادة والوسائل التي يستخدمها لتقريب المعاني وتفهيمها. وما نحتاج في دورتنا هذه المباركة هو معرفة أو إتقان فن التدريس. ما يهمنا من هذه الدورة هو إتقان فن التدريس. لن نتحدث كثيراً عن علم التدريس، لماذا؟ لأنه هذا يخص المصطلحات والأمور الخاصة بالمادة العلمية التي يدرسها المعلم، ونحن الآن ليس في حاجة ذلك، لكن ما يهمنا من هذه الدورة هو فن التدريس. كيف أنا أستطيع أن أوصل معلومتي؟ كيف يكون عندي طرق تدريس معينة أستطيع أن أستخدمها للتعليم ولتوصيل المعلومة للطالب بالشكل الصحيح؟ طيب الآن كي يؤدي المعلم رسالته، عليه أن يعرف بعض السمات المميزة للمعلم التقليدي وبعض السمات المميزة للمعلم المبدع، المعلم القرآني المبدع. فما هي السمات المميزة للمعلم التقليدي؟ أولى هذه السمات المميزة للمعلم التقليدي أنه يقتصر دوره على نقل المعرفة، يقتصر دوره على نقل المعرفة، وذلك من الكتب إلى عقل المتعلم ليحفظها، لعقل الطالب مباشرة. إذن يقتصر دوره على نقل المعرفة من الكتاب إلى عقل المتعلم أو عقل الطالب ليحفظها. لا يوجد عنده طرق معينة في التدريس أو كذا، فقط هو ينقل هذه المعرفة من الكتاب إلى عقل الطالب. ووجدنا كثيرا من المعلمين هو يقرأ حتى من الكتاب، يكون عنده أمامه الكتاب ويقرأ. في بعض الأحيان كنت أتحدث لبعض المعلمين أقول له
يعني ايش الطريقه التي تدرسها او تعلمها؟ الطالب يستطيع ان يقرا هذا الكلام من الكتاب، ما هو دورك الان؟ فلا بد ان ينتبه المعلم لذلك. اذا من سمات المعلم التقليدي انه يقتصر دوره على نقل المعرفه من الكتاب الى عقل الطالب مباشره. الامر الثاني، لا يعمل هذا المعلم على نمو نفسه مهنيا، حتى انه يرى اعداده الاكاديمي يعني يكفي فقط. يعني لو كان هو مثلا درس مثلا في كلية التربية أو عنده نوع من الخبرات السابقة يعتبر أن ذلك يكفي. إذا هذا المعلم التقليدي لا يعمل على نمو نفسه مهنيا، وهذه إن شاء الله النقطة سنتحدث عنها بعد قليل بالتفصيل بإذن الله تعالى. الأمر الثالث، أنه يتعامل مع جميع الطلبة وكأنهم الطالب الوسط، وهذا خطأ. لابد أن نراعي الفروق الفردية، وهذا إن شاء الله أيضا سنتحدث عنها بالتفصيل بعد قليل. لابد أن يراعي المعلم الفروق الفردية، لكن المعلم التقليدي هو يتعامل مع جميع الطلبة وكأنهم الطالب الوسط، لا يعني لا ينزل نوعا ما في المستوى إلى الطالب الضعيف، ولا يرتقي كثيرا مع الطالب المميز. الأمر الرابع، لا يخطط لعمله، وكل ما يعمل هو أن يحفظ درسه ليلقيه كما ورد في الكتاب، ما فيش عنده نوع من التخطيط. وهذا أيضا نقطة إن شاء الله سنتحدث عنها بالتفصيل بعد ذلك. لابد للمعلم المتميز أن يخطط للعمل، حتى الإنسان في حياته العادية لابد أن يخطط. إذا المعلم التقليدي راح نلاحظ أنه لا يخطط لعمله بتاتا، وكل ما يعمل فقط هو أنه يحفظ درسه ويلقيه كما ورد في الكتاب تماما. الأمر الخامس، أنه يحافظ على هيبته في المحاضرة وفي خارجها، لا يبتسم ولا يكون خفيف الظل، يعني إنسان جامد تماما. الأمر السادس، يعتقد أن حفظ المعلم لمحتوى الدرس يعد كافيا تماما للقيام بالعملية التعليمية على أكمل وجه، ولا يهتم بالوسائل التعليمية أو غيرها من وسائل أو طرق تعليم. إذا يعتقد أنه فقط حفظه للدرس هذا كافي للقيام بالتعليم. طب أين الوسائل؟ أين الطرق التعليمية؟ هو لا يعني لا يأتي بها ولا يأخذ بها. الأمر السابع، يستخدم طريقة أو أسلوبا واحدا في تعليمه، لا يعدد ولا يغير في طريقته ولا في أسلوبه. إذا يستخدم طريقة واحدة أو أسلوبا واحدا في تعليمه، وهو أسلوب الإلقاء والتلقين كأسلوب المحاضرة فقط. هو يتحدث، لا يسمح للطلاب بأنه يتحدثوا أو يبدوا آراءهم أو يسألوا، فقط هو الذي يتحدث أسلوب التلقين. وأحيانا ممكن يسأل بعض الطلبة من حين إلى حين، هل يعني فهمتم هذه النقطة أو لم تفهموا أو كذا، أسئلة عامة لا تدخل إلى ضمن الطريقة الصحيحة في التعليم. الأمر الثامن، يرى هذا المعلم التقليدي أنه في الامتحانات وسيلة للسيطرة على الطلبة وتدعيم هيبته هو، ويعزي كل ضعف عند الطلبة إلى الطلبة أنفسهم. أي ضعف عند الطالبة يقول هو الأصل، هو الخطأ منه، هو لم يهتم، هو لم يدرس، هو لم يأتي في الوقت المناسب، هو لم يدرس على هذه المادة. إذا هو يعزي كل تقصير إلى الطالب، لا يعزي إلى نفسه، ويرى أنه هذه الامتحانات أنا أستطيع كمعلم أنه أنا أسيطر على الطلبة، خصوصا إذا كان هناك نوع من العلامات وهذا الطالب الذي أمامي يهتم بهذه العلامة. فالمعلم التقليدي من هذه الناحية ينتبه أو يكون في من وجهة نظره أنه يستطيع أن يسيطر على الطلبة في موضوع الامتحانات. وهذه يا جماعة والله يعني أريد أن تنتبهوا لها. أنا مثلا في امتحاناتي أحيانا أكون يعني نوعا ما بسيط، يعني أو حتى لو كان هناك نوع من الامتحان أو الامتحان يكون في نوع من الصعوبة، فقط لأقيس مستوى الطلبة، لكن تكون العلامات عندي، أحاول دائما أنه أنا ما تكون العلامة يعني على قدر إجابة الطالب، لا، أنا ممكن أضع امتحان يكون في نوع من الصعوبة كما قلت لأكتشف يعني مستوى هؤلاء الطلبة، لكن في تصحيح الامتحان ووضع العلامة تكون هناك نوع من يعني البحبوحة في وضع العلامة. الأمر التاسع،
يخاف من المسؤولين والمشرفين أكثر من احترامه لهم. يعني العملية عملية خوف، إذا جاء المشرف أو المسؤول على الحلقة القرآنية يكون أكثر انضباطا، يكون أكثر يعني حيوية، لكن في الوضع العام ليس كذلك. هذه بعض سمات المعلم التقليدي، وممكن احنا نستمر في مزيد من السمات، لكن سنكتفي بهذه الأمور التي ذكرتها، ونترك الفرصة لحضراتكم أنكم تستخرجوا مزيد من هذه السمات التي يتميز بها المعلم التقليدي. طبعا هذه السمات تعتبر سمات سلبية وليست سمات إيجابية. رسالة من القلب: عندما تتحدث إلى طلابك تأكد من أن مادتك دقيقة، فإذا لم تكن متأكدا من شيء ما فلا تخمن، فمن الأفضل أن تشطب فقرة بدلا من أن تخاطر بأن يراجعك الغير. وهذه نقطة مهمة يا جماعة، وهذه إن شاء الله ستكون من ضمن النقاط التي سنتحدث عنها بعد ذلك. لابد لك أيها المعلم، أيها الأخ، أيها الأخت، أن تتأكد من المادة ودقة المعلومات فيها. إذا شعرت بأنه في نوع من أو فقرة لست متأكدا منها، لا تتحدث عنها ولا تأتي بها. لماذا؟ لأنه لو راجعك أحد الطلاب قد يشعر، أو قد يعني ممكن أن يناقشك في هذه المعلومة ويكتشف أنك أنت غير متأكد منها، فتبدأ نظرة هذا الطالب لك تتزعزع. ونحن نريد أن يكون معلم القرآن النظرة له هي نظرة أنه إنسان كفء لهذه المهمة العظيمة. ننتقل الآن إلى السمات المميزة للمعلم القرآني المبدع. السمات المميزة للمعلم القرآني المبدع: أولى هذه السمات هي التخطيط. التخطيط من قبل المعلم لكل عمل يقوم به تخطيطا غير متكرر، بل يتنوع باستمرار. بمعنى آخر عنده رؤية، بمعنى آخر عنده غاية. إذن لابد للمعلم القرآني أن يخطط. طب ما هو المقصود بالتخطيط؟ هو أن تضع القادم من المستقبل. قول أينشتاين: أن تضع القادم من المستقبل، أنت تضعه أمامك تستشرف المستقبل. فلابد للمعلم القرآني المميز، المعلم المبدع، أن يكون هناك نوع من التخطيط. طيب عندما قلنا الرؤية، عندما يكون عنده رؤية وعنده غاية، إيش الفرق بين الرؤية مثلا والهدف؟ مين يقول لي؟ لما أقول أنا هذا الإنسان لابد أن يكون عنده رؤية، عنده هدف معين، ما هو الفارق بين الرؤية والهدف؟ من يقول؟ دكتورة سحر تفضلي. الهدف يعني هو الشيء اللي أنا بتمنى أوصل إليه، أو اللي أنا حاطه قدامي عايز أوصل إليه. الرؤية هي يعني طريقة الوصول إلى هذا الهدف، الخطة اللي أنا أحطها عشان أوصل لهذا الهدف، أو تصوري همشي إزاي عشان أوصل ليه. كويس دكتورة، لكن يعني أنت قلبت الأمور. طيب نسمع من كويس، مداخلة طيبة ورائعة، بارك الله فيك، شكرا لك دكتورة صحة. أبو أيمن جزاك الله خير تفضل. شيخنا. الله يخليك. الهدف بيكون قريب، أما الرؤية فبتكون يعني هي الشيء الأبعد، وممكن هي تتضمن عدة أهداف. الهدف بيكون يعني قريب المدى، الرؤية بتكون أوسع، ممكن تتضمن أهداف متعددة. تمام، كويس كويس ابو ايمن، تمام. مين يضيف لنا شيء اخر؟ كويس، مداخلات طيبة اليوم، رائعة. فاطمة: الرؤية هي استراتيجية عامة تكون لتنفيذ العمل، أما الهدف فالغاية اللي تسعى لها الرؤية نسعى الغاية. لتحقيقها. تمام، ناخذ آخر مداخلة. ما شاء الله، ممتازة أخت فاطمة. فاطمة الزهراء تفضلي، آخر مداخلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. طيب بالنسبة للهدف وما أريد تحقيقه، الرؤية كيف يتم تحقيق ذلك؟ برضو أنت نفس يعني ما قالت تقريبا دكتورة سحر، مشابه للكلام.
قلبت برضو الأمور. طيب، على العموم يا جماعة، الرؤية هي الحلم، الحلم اللي لابد أن يكون موجود عندي أنا كمعلم قرآني أو كمؤسسة قرآنية. فالرؤية هو الحلم، بمعنى أنه الخطط تبنى على الرؤية، والرؤية هي إلى أين يتجه هذا المعلم أو أين تتجه هذه المؤسسة القرآنية. إذن الرؤية هي أعم وأشمل وأكبر، هي الحلم اللي أنا لابد أن يكون أمام ناظري كمعلم قرآني أو كمؤسسة قرآنية. طب ما هي الأهداف؟ الأهداف هي المحطات الصغيرة التي نصل من خلالها إلى الرؤية. إذن الأهداف، من خلال هذه الأهداف، من خلال هذه المحطات الصغيرة نصل إلى الرؤية التي أنا أكون قد وضعتها لي كمعلم قرآني أو كمؤسسة قرآنية. طيب، إذن قلنا لابد أن يكون المعلم المميز، المعلم المبدع، المعلم القرآني المبدع، لابد أن يكون هناك عنده تخطيط. والتخطيط قلنا كما قلنا قبل قليل هو أن نضع القادم من المستقبل. طبعا موضوع التخطيط راح نتحدث عنه في المحاضرات القادمة، كيف أنا لي كمعلم قرآني أن أخطط بالشكل الصحيح وأن أضع الخطة الصحيحة للمحاضرة القرآنية أو للدرس القرآني. دكتورة سحر، يعني يا دكتور حضرتك عايز تقول العكس، ان الرؤية هي الشيء اللي انا عايز اوصل له، وان الاهداف دي الحاجة اللي انا بستخدمها عشان اوصل للرؤية دي؟ صحيح، الهدف انا بستخدم الوسائل والاشياء المتاحة عندي للوصول الى الرؤية، فالرؤية الأعم والأشمل. أنت حكيتي صح لكن عكستي، يعني أنت وضعت بدل الرؤية الهدف وبدل الهدف الرؤية. تمام دكتورة؟ أنا فاهمة العكس يا دكتور، إن الرؤية دي يعني طريقة الوصول إلى الهدف، رؤيتي للأمر، تصوري لا هوصل له إزاي، لا والهدف هو قلنا الغاية يعني. لا 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 دكتورة، قلنا إن الرؤية هو الحلم، الحلم اللي أنا حاب أوصل له، الشيء العظيم الكبير اللي أنا أريد أن أصل له. تمام، الله يفتح عليك. طيب، إذن كما قلت قبل قليل أنه هذا التخطيط سأتحدث عنه في لقاءاتنا القادمة، كيف لي أنا كمعلم قرآني أن أضع خطة صحيحة، خطة مضبوطة، خطة حسب يعني المبادئ التربوية الصحيحة. لكن أريد أن يعني أتحدث بشكل سريع عن الخطة الآن، أنه التخطيط هو عبارة عن نوع من ارتكاب الخطأ على الورق. أنا عندما أضع خطتي أنا أرتكب الخطأ اللي أنا ممكن قد أقع فيه على هذا الورق. فإذا هو التخطيط أو الخطة هو نوع من ارتكاب الخطأ على الورق. وأيضا يعني كما هو معروف، إذا فشلت أن تخطط فقد خططت للفشل. إذا لابد لك أيها المعلم أن يكون عندك هناك نوع من الخطة الصحيحة والخطة الواضحة والخطة المبنية على أمور صحيحة، يعني وتأخذ بعين الاعتبار. البعض أحيانا يكون عنده نوع من الـ 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 يعني الـ الغرور، يقول لا أنا لماذا أضع خطة، ما أنا عندي يعني تجربة سابقة وتجربة كبيرة على مدار السنوات السابقة، فلا يجوز لي، أو لا يعني ممكن أن ما أضعش خطة. فنقول هذا خطأ، لابد أيها المعلم القرآني أن تخطط دائما. والله يا جماعة، حتى لو أنا بالنسبة على صعيدي أنا أكون يعني معطي مثلا محاضرة معينة عشرات المرات، في المرة التي سأعطيها من جديد لابد أن أحضر لها وأخطط لها التخطيط الصحيح. هذا هو الصح حتى أرتب معلومات وأكون عارف عن ماذا سأتحدث، لأن الإنسان مع التجربة تزيد الخبرات عنده، فممكن أنه يتحدث عن موضوع معين بالساعات. طب أنا إذا لم أكن محدد للنقاط الأساسية ولم أكن مخطط لهذه المحاضرة، قد يتشتت عند الأمر ولا أستطيع أن أسيطر على المحاضرة. إذا لابد لك أيها المعلم أن يكون عندك خطة معينة لتكون ضمن المعلم أو سمات المعلم القرآني المبدع. الأمر الثاني من سمات المعلم القرآني المبدع هو التطلع على كل جديد في مجال التخصص، أي تنوع الاهتمام، تنوع الاهتمامات بشكل عام، بالإضافة إلى التفكير المبدع، بمعنى العلم والتمكن من الموضوع
أنا لابد أن يكون عندي نوع من التمكن من الموضوع اللي أنا لابد أن أو الموضوع الذي سأتحدث عنه. البعض أحيانا يدخل إلى موضوع معين ولا يكون متمكن منه، مجرد فقط أنه أراد أن يلقي هذه المعلومة أو يلقي هذه المادة ويكون عنده نوع من عدم التمكن. لذلك نقول لابد لك أيها المعلم المبدع أن يكون عندك نوع من التمكن من الموضوع والإعداد الجيد. هذا بيدخلني إلى موضوع آخر جميل جدا وهو النمو المهني. فبالنمو المهني نحقق ذواتنا المهنية والاجتماعية وأيضا بقية الذوات، ودون هذا النمو نفقد قدرتنا على التكيف وعلى تنظيم التعلم وعلى التواصل أيضا مع الآخرين وتحقيق الكفايات التعليمية الهادفة وكذلك تطوير ذوات معلمينا. لاحظ احنا بالنمو المهني لابد لكل معلم اراد ان يكون مبدع، لانه قطره الماء تحفر في الصخر ليس بالعنف وانما بالتكرار، اليس كذلك؟ قطره الماء هي تحفر في الصخر ليست بالعنف وانما فقط بالتكرار، كلما كررت ايها المعلم المبدع للمعلومه وتمكنت منها كلما كانت هذه المعلومه أقوى في ذاكرتك، تستطيع أن تستجلبها في أي وقت وتستطيع أن تنظمها وتسيرها حسب المعلومات التي تريد أن تلقيها في محاضرتك. كلنا يعرف أنه الكمال يأتي بالاستكمال، الكمال يأتي بالاستكمال. هناك يعني مسابقة أقيمت في كندا، مسابقة أقيمت في كندا، وهذه المسابقة كانت لفريقين من أصحاب صناعة الفخار. الفريق الأول قالوا له أنه لابد يعني حتى تفوز أن يكون عندك أكثر مزهريات من الفخار، فإذا كان عندك أكثر عدد من المزهريات من الفخار فأنت فائز، يعني من يكون منكم عنده عدد أكبر من المزهريات في الفخار فيكون فائز. إذن معيار الفوز عندهم كان هو الكثرة والإنجاز. أما الفريق الثاني فكان معيار الفوز هو أجمل المزهريات. إذن الفريق الثاني كان عنده معيار الفوز هو الإتقان والكيف. طب الفريق الأول كان معيار الفوز هو الكثرة والإنجاز. أقيمت المسابقة وبدأ كل فريق يعني يجتهد في أنه يحقق أكبر إنجاز، وانتهى وقت المسابقة، وعندما يعني جاء الحكام ليروا الإنجاز فوجدوا أنه والله في الفريق الأول كان في عندهم واحد من الفريق كان عنده إنجاز كثير ومتعدد، والفريق الآخر كان وجدوا عنده أيضا شخص موجود فيهم من بينهم كان عنده أيضا إتقان جميل، مزهرية جميلة جدا. الشاهد من الموضوع أنه كان أجمل المزهريات ليست عند الفريق الثاني وإنما عند الفريق الأول، مع أنه الفريق الأول كان معيار الفوز عندهم إيش؟ كان الكثرة والإنجاز، لم يكن عندهم الجمال في موضوع المزهريات، لكنه مع التكرار ومع التجربة ومع الاستمرار أصبح عندهم تميز حتى في جمال المزهرية. لذلك نرى أنه الفريق الأول كان عنده تميز في العطاء وتميز في الجمال. لذلك نرجع ونقول أنه الكمال يأتي بالاستكمال، فلا بد لك أيها المعلم أن دائما تحافظ على نموك المهني وتحافظ على تجدد معلوماتك في مجال التخصص بشكل خاص في المجالات عموما بشكل عام. طيب النمو المهني عملية يقوم بها المعلم بنفسه أو بمساعدة الآخرين ليتعلم كل جديد في المجالات الأكاديمية أو المسلكية أو الأخلاقية، بما يساعد على أن يكون متطور ومتميز. الآن أنا لي كمعلم حتى أكون متميز وحتى يكون عندي نوع من المهارة وحتى يكون عندي يعني نمو مهني بالشكل الصحيح، ما هي المراحل التي ممكن أن أقوم بها حتى أصل إلى مرحلة المعلم المميز والمبدع؟ احنا تحدثنا في لقائنا السابق عن 4 مراحل
للمهارة. لكن الآن أنا أتحدث عن النمو المهني حتى أصل إلى مرحلة النمو المهني وأكون مميز في هذه المرحلة. ما هي المراحل التي أنا ممكن أن أقوم بها، والسلسلة التي يعني أنتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى أصل إلى مرحلة الإتقان والتميز والمهارة؟ مين يقولنا يا جماعة؟ يعني هل في البداية يكون عندي أنا مثلا كمعلم مبدع يكون عندي هذه المهارة موجودة؟ نقول لا تكون موجودة. لاحظوا أول شيء أن حتى أكتسب النمو المهني الصحيح لابد أن يكون عندي نوع من الملاحظة، نوع من الملاحظة بمعنى أنه أنا ألاحظ. طبعا هذه الملاحظة لابد أن تكون ملاحظة مقصودة وليست ملاحظة عشوائية. لابد لي أنا كمعلم قرآني أن ألاحظ، مثلا أرى معلم آخر ما هي النقاط الموجودة عنده التي جعلته معلم متميز مبدع، ألاحظ هذا المعلم الذي يقال عنه معلم مبدع، لماذا أصبح مبدع؟ أنا ألاحظ الأشياء التي يقوم بها. أنا مثلا كإنسان أتعلم علم التجويد، إنسان مبتدئ مثلا في علم التجويد، ألاحظ القارئ أي قارئ للقرآن كيف يقرأ هذا القرآن. إذا لابد أن يكون عندي هناك نوع من الملاحظة المقصودة كي أنتقل إلى المرحلة التي تلي ذلك. إذا أول مرحلة لاكتساب النمو المهني هي الملاحظة، وليست أي ملاحظة، وإنما لابد أن تكون ملاحظة مقصودة. أقصد هذه الملاحظة أنتبه بمعنى الانتباه لما يمتلك الشخص الآخر ممن يطلق عليه مثلا معلم مبدع. المرحلة الثانية هي مرحلة التقليد. المرحلة الثانية هي مرحلة التقليد بمعنى أنه أنا ممكن في بداية الأمر أن أقلد هذا المعلم المبدع الموجود أمامي مثلا، وأنا أبدأ أقلد هذا المعلم المبدع. إذن المرحلة الأولى أو اللحظة الأولى أو الشيء الأول هي الملاحظة المقصودة. الشيء الثاني هو التقليد. الشيء الثالث أو الأمر الثالث أو المرحلة الثالثة هي مرحلة التجريب. طبعا الفرق بين التجريب والتقليد أنه في التجريب أنا أضيف بعض الأشياء من عندي، لكن في التقليد لا، أنا أقلد فقط. لكن في مرحلة التجريب لا، أنا أجرب أشياء وأضيف بعض الأشياء من عندي. طيب المرحلة التي تلي ذلك هي مرحلة الممارسة. الممارسة بمعنى أنه أنا أبدأ أمارس هذا الشيء أو هذا الأمر الذي قام به المعلم المبدع. إذن مرحلة الرابعة هي مرحلة الممارسة. المرحلة الخامسة أصل إلى مرحلة الإتقان، بمعنى أنا أستطيع أن أكون متقن لهذا الأمر. ثم يلي ذلك مرحلة المهارة، هي المرحلة الأخيرة التي تحدثنا عنها اللقاءنا السابق من ضمن الأمور الأربعة. لكن هنا حتى أكتسب نمو المهني لابد لي في البداية أن يكون عندي ملاحظة مقصودة، ثم نوع من التقليد لهذا الشيء، ثم أضيف عليه شيء من عندي أنا، وأصل إلى مرحلة التجريب أجرب أشياء جديدة، ثم أصل إلى مرحلة الممارسة. لاحظوا هذه المرحلة هي المرحلة التي تبدأ فيها يعني المهارة الفعلية، مرحلة الممارسة، ثم أنتقل بعد ذلك إلى مرحلة الإتقان لهذه الطريقة أو لهذا الأسلوب، ثم بعد ذلك تصبح عندي مهارة في هذا الأمر أو في مجال تدريس العلوم القرآنية بشكلها العام. لاحظوا احنا لقاءنا السابق تحدثنا عن المراحل الأربعة لمرحلة عدم الوعي وعدم المهارة. هذه تكون قبل الملاحظة المقصودة، قبل الملاحظة المقصودة، ثم مرحلة الوعي وعدم المهارة هنا تدخل ضمن مرحلة الملاحظة المقصودة. بعد ذلك المرحلة الثالثة والرابعة تكون ضمن المراحل التي تحدثنا عنها اللي هي مرحلة التقليد والتجريب والممارسة والإتقان ثم المهارة. طيب هل للنمو المهني أهمية؟ نقول نعم. إذا ما هي أهمية النمو المهني؟ يعني أنا لماذا أتحدثت الآن عن النمو المهني؟ هل هذا الأمر يهم المعلم القرآني؟ نقول نعم،
النمو المهني يهم المعلم القرآني. طبعا أهميات النمو المهني هي كثيرة ويصعب حصرها، لكن يعني سأشير هنا إلى 3 أمور أو 3 أهميات من أهميات النمو المهني. الأمر الأول أو الأهمية الأولى هي رفع المستوى الأكاديمي للمعلم القرآني، وهو ما يعرف بالجانب المعرفي، وهذا إن شاء الله أيضا سنتحدث عنها في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. رفع المستوى المعرفي أو الجانب المعرفي، بمعنى آخر رفع المستوى الأكاديمي للمعلم القرآني بحيث يكون عنده يعني معلومات ومعارف كثيرة. إذا ما هي أهمية النمو المعرفي المهني عفوا ورفع المستوى الأكاديمي للمعلم القرآني؟ الأهمية الثانية رفع المستوى المسلكي للمعلم، كيف يتعامل مع الطلاب، كيفية الأداءات التربوية. إذا هنا نتحدث عن الجانب النفس حركي، وهذا أيضا سنتعرف عنها عليها في لقاءاتنا القادمة بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى. الأهمية الثالثة هي إكساب المعلم القرآني طرائق التعامل مع الآخرين بعلاقات إنسانية ومساعدتهم على التحلي بأخلاقيات المهنة، مهنة التعليم القرآني. وإذا قلت أنا عن إكساب المعلم طرائق التعامل، معنى ذلك أنا أتحدث عن قيم واتجاهات وسلوك وميول. إذا هذا يتحدث عن الجانب الوجداني، الجانب الوجداني. ونلاحظ أن هذه الجوانب الثلاثة، سواء الجانب المعرفي أو الجانب النفس حركي أو الجانب الوجداني، لابد المعلم القرآني أن يهتم بهذه الجوانب الثلاثة التي سنتحدث كما قلت إن شاء الله عنها بنوع من التفصيل في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله. إذا أهمية، هل النمو المهني أهمية؟ نقول نعم. الأهمية الأولى طبعا هي أهميات كثيرة كما قلت، لكن أهمها هو رفع المستوى الأكاديمي، رفع المستوى المسلكي، إكساب المعلم طرائق التعامل مع الغير. طيب، من أساليب تحقيق النمو المهني، مين هو اللي كيف أنا أحقق النمو المهني؟ ما هي الأساليب التي أستطيع من خلالها أن أحقق النمو المهني؟ من يقول لي؟